في كوت لك في آخر الصفحة: believe in you, love yourself, love others, learn to forgive. هذه المقولة قولي لنا إيش تأثيرها في حياتك؟ دائما لما البني آدم سبحان الله لما البني آدم بيآمن بحاله وبخب حاله وبيوكل ربه بيوكل كل شيء لرب العالمين بتحسي إنك أنت رح تقدري تعطي تقدري تخبي غيرك. فالواحد لما يكون بخب حاله ومآمن بحاله بثق في نفسه فما بيخاف من اللي رح يعمله. فهاي دائما بحكيها حتى لغيري بقولها دائما حب حالك. لما بتحب حالك رح تعطي ورح تعطي صح. ولكن لما يكون البني آدم مهزوز أو مثلا مش مآمن بحاله وما بيحب حاله عمره ما رح يقدر يعطي لا لإله ولا لغيره. I can't agree more.